أول من أثبت كروية الأرض وإنها بتدور حوالين نفسها وحوالين الشمس، وأول من قال بالحركة البيضاوية للكواكب ودورانها حوالين الشمس. أنت شايف إن المعلومات دي بديهية حاليا، ولكن من 1000 سنة دي كانت ثورة في علم الفلك. تكريما ليه أطلقوا اسمه على فوهة بركانية فوق سطح القمر، الفلكي والفيلسوف المسلم أبو إسحاق البتروجي، المولود في المغرب عام 585 هجريا 1189 ميلاديا، هاجر للأندلس وعاش في مدينة أشبيلية، لقبوه برائد الفلك الجديد، وده لأن نظريته عملت ثورة في علم الفلك وقتها. هو صاحب نظرية ان الارض مش محور الكون، ونظرياته دي مهدت لتصحيحات كتيرة في علم الفلك وقتها. ليه عدد كبير من المؤلفات، ولكن اشهرها هو كتاب الحياة واللي انتشر في كل اوروبا في القرن ال13. البتروجي توفى عام 600 هجريا 1204 ميلاديا رحمة الله عليه.